أولا خلينا نوصف القرار في حد ذاته وتحليله. هو يعتبر في تقديري من المنعطفات الأساسية في تاريخ القرارات التونسية في تعيين الحكومات، لأنه يعني هو خرج من الصنف الذكوري إلى الإناث، وهذا فيه رسائل عديدة في تقديري. أولا أنه رئيس الجمهورية أنهى ودحض كل الاتهامات التي طرته من عديد الحركات النسوية بأنه ذكوري التفكير، ودفع ودحض كذلك للدفع التيار النسوي الذي يدعو هو الديمقراطي الذي يقول أنه بطبيعة الحال أهمل المرأة. لكن هو أنا في اعتقادي هو تجسيم متقدم لمجال التحول الشخصية، وعلينا أن ننتبه أن المسألة لا ينبغي أن تنحرف نحو الحديث الجندري اللي هو مرأة رجل في تونس. الآن المرأة التونسية في مكانتها، وهي شخص يتخذ القرار كما ذكر كما الرجل معه. هذا أما من حيث شرعية القرار، هل هو دستوري، هل ستعرض على البرلمان كما نسمع الآن، وإن لم يفعل ذلك فأنه تعتبر قرارات غير شرعية وكل ما يترتب عليها فهو باطل بناء على القاعدة الأصولية ما بني على باطل فهو باطل. فهذا في أعتقد أنه مجانب للصواب، لأنه نحن في ظروف استثنائية وما زال الفصل 80 نافذ وأثاره القانونية نافذة، وكل الأفعال أو كل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية أساسها الدستوري هو الفصل 80، وهذا نابع من القراءة المتوسعة للنص الفصل 80. بمعنى أستاذ هو نعم بمعنى الفصل 80 ما زال نافذا، يعني شو معناتها؟ معناتها الحكومة لا ظروف استثنائية، هي ما زالت الأحكام الاستثنائية نافذة. على ماذا تنص؟ طبعا في علاقة بالحكومة. أي هو تنص على أنه أتى الفصل 80 ولد عنه الأمر 117 ل 22 سبتمبر الذي خول الجمهورية أن يكون هو المشرع وقتيا، وهو الذي يرأس السلطة التنفيذية، أي أن هناك جمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حينا، وأتى بأحكام جديدة، وهو ما قلته سابقا في الأمر 117 هو عبارة على تنظيم مؤقت السلط فيما يخص السلطة التشريعية والتنفيذية، أي أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس الحكومة وهو الذي يعزلها، وهي التي تؤدي اليمين أمامه، وهي التي تنفذ سياسة رئيس الجمهورية العامة. يعني يكفي أن يؤدي أعضاء الحكومة لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ستصبح هذه الحكومة شرعية. نعم، هي شرعية، مسألة الشرعية مستمدة من الأمر 117 والمشروعية. وهناك عنصر ثاني يتكئ عليه رئيس الجمهورية، وهي المشروعية الشعبية التي حتمتها حالة الضرورة، وحالة الضرورة تقتضي وقتها وجوب التدخل لحماية الدولة من التسيب والانهيار ومن الضرر الذي ألحقه مجلس نواب الشعب وسلوكه المتهور أحياء والضعف وسوء إدارة الحكومة للأزمة الصحية وللمشكلات الاجتماعية الأخرى.